احنا اصبح الملك لله، الحمد لا اله الا الله. شي ناظر ذا عمر، شو الواحد يصحى من النوم ولا وش وضع امهم؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. جيتكم بمقطع جديد هالمرة بلعبة محاكي التريلات إيرو تراك سيموليتر. بسم الله توكلنا على الله. معي بضاعة الظاهر إنها تراب أو شيء زي كذا بوصله الآن. توني في مرحلة التجربة، عندي تخزينة قديمة لكن الأمانة قلت معكم راح أبدأ من الصفر. فبسم الله توكلنا على الله. عندنا بنزين، اللعبة هذه شبه واقعية للأمانة، فالنظام فيها ساهر وانك تسرع، فيه مخالفات تصدم تحد، ونفس نظام التريلات في الصدق من ناحية انك تاخذ اعمال شغل، تاخذ مشاريع، تاخذ اشياء توصلها، تاخذ سيارات توصلها. انا المشكلة رجلي حارة، تعطوني تريلة ما تسرع. بس الله مستر عليك، كأنك كعف وجهي. ايه يا حبيبي افتح الخط. وش السواق افتح الخط. عظيم ناس. ممكن تكون بين فترة وفترة نشطح بهذه اللعبة، نشغلها ونوصل. فوالله إذا ودكم نستمر في هذه اللعبة يا ليت تكتبوا لي في الكومنت تحت برضه. طيب، خرائط يقول لي داور شكل الخرائط بالميل. إيش رفعت النمرة ذي؟ راح أحيانا إذا لفيت اللفة بسرعة تنقلب. شوف هنا ناخذ التذاكر، عشان مو تذاكر امه، تذاكر خاش سينما زي ما تقول، الا تكت تذاكر اللي هو تدفع فلوس، رسوم تدفع رسوم عشان تدخل، او طفت تدفع رسوم عشان تدخل الديرة الثانية. طبعا اللعب واقعيا صدق في اللعبة انه يتعب ويبغى ينام، واحيانا لازم توقف محطة تنام، وبعض المشاوير يقول لك مثلا انا ابيك توصل اياها بالمدة المحددة، فانت لا تقبل اي مشوار الا لازم تتأكد ان انت اصلا فعلا شبعت نوم، لانه ممكن تخسر بالنهاية، يعني يصير مشوارك على الفاضي ويخصمون عليك، فلازم تحرص على هذا الشيء. بالعموم انا استكن في اللعبة هذه احيانا، أقدر أناظر الأجواء، أتلف، تقول وش ذا الزين. والله فعليا يعني لعبة استكنان باختصار. طيب الخرائط يقول لي داور مرتين. طبعا التريلا زي ما تعرفون 12 نمرة، لكن بما ان حنا يعني دركسون ذا ما معنى الا 6 نمر. في ناس تولف ترى، في ناس انا شفتها في اليوتيوب اسلم رديت نمرة قوية، في ناس انا شايفها في اليوتيوب مولفة غير تريلا فعلا ومخليتها 12 نمرة. اسلم يطلع. يا الله السلامة. فحنا ما معنا الا 6 نمر، فحاولت يعني مثلا اخلي النمرة الثانية تكون مثلا 4، النمرة الاولى 2، النمرة هذا الحين الخامس 10 زي كذا، واثبت السرعة. ترى عندي مثبت سرعة على فكرة، شوف الحين مثبت سرعة على 50 ميل زي ما توقعت. يبي لي اروح الاعدادات اعدل السرعة، اخليه بالكيلو. لحظة
خلني اروح الاعدادات الان. خليت السرعه بالكيلو عشان اعرف. شوف اوه سرعه الشارع طلعت 90. كنت مهدي انا عارف اني ما اسرع اصلا. الظاهر اني ما فكيت الفصله حق التريلر. تصدقون يحسبوني امزح ترى صدق لا فصله مديني افكها من الاعدادات. هنا التكت اللي خذينا اول وهنا بحاسب. اقسم بالله اني اشبه واحد من العيال. محمد ولد مسوي ما تعرفني. اوري امك. طيب ما دفعت الا $0. يزوي يلف علي. ترى فعليا اللعبة بعد يعني في ناس تلف عليك، في ناس تقع في وجهك فرامل، في ناس تحدك. وبرضه في مود انا ان شاء الله بفعله. انا اروح سيدا ولا اروح اي ما ادري. جالس اضيع يا اخي. جوجل ماب ذا لخبط. يلا لا فدا فدا اصلا يقول في طريق ثاني. ففي مود ان شاء الله بفعله، مود الترافيك. مود هذا يخلي الشارع كله زحمة وقروشة ومواري ومشوارة بخمس دقائق تاخذ بنص ساعة. فباخذه بركبه حق ضحك يعني. وممكن برضو اني اكون بفتح على اللعبة هذه بث. سير افتح بث اسولف معكم، نفتح اسئلة مثلا، فقرة اسئلة او شيء زي كذا. اللعبة حق خطوط، حق سواليف. والله طولت المشوار، كانت اللفة وراي. دركسون من شغلة اللعبة صاير مايل. يمديني اعدل لو اقفل اللعبة اشغله بيضبط، بس مشوار. طبعا يمديني بعد اتلفت اناظر ورا اتحرش انزل على اللي لا اضربه. لا عاد هذه قوية. جراند. هذا الطريق للامانة اول مرة اشوفه. والله فخم. لعبة حق استكنان، لعبة حق تدخل مع اخوياك ديسكورد تسولفون وانت ماسك خط. باختصار للامانة، والله اقول للامانة لعبة حق استكنان باختصار. استكنان لابعد درجة يعني. بيني بينكم احيانا اول كنت اشغل اللعبة ذي واشغل قرآن اقسم بالله وامسك خط واستكن مبسوط لابعد درجة. اجواء حلوة يعني، وتشوف ورود وتشوف اشجار وتشوف جبال. والله يا عيال الجودة ترى جدا ممتازة، لكن في التصوير انا عارف الان قاعد اصور الجودة سيئة، فما لقيت حل. حاولت لابعد درجة، تراني اصور الان فاتح برنامج بث واصور منه عشان تعرفون كيف. لا شقد ايش حاولت اصور اللعبة. فاتح 3 برامج تقريبا عشان اصور. فاتح برنامج يعكس اللي اشوفه في النظارة، وفاتح برنامج البث، وفاتح برنامج ثالث اللي يصور الشاشة حق الكرت. فهذا اقصى شيء قدرت اسويه عشان اصور لكم اللعبة الان. سمعت باللي يقول لك طولتها وهي قصيرة. المشوار كان قصير ترى، احس اني طولتها اصلا. ما يحتاج البنزين فل، الحرارة ممتازة، وفي مثبت سرعة. يلا ثبت السرعة تربع. مش ده طيارة، احنا في مطار الظاهر. واستكن. والله ناقصني شاهي. وقف بقالة. تبون تسمعون الباك فاير؟ بالله شوف بالله شوف المناظر يا شباب. دقيقة توني الاحظ وش تبي المرايا ذي. انا عندي مرايا هنا دقيقة بالله خلنا الغيها لحظة بس معليش لحظة. ايوه كذا الغيت المرايا. بالله يا شباب شوفوا الاجواء ولا تلوموني، ترى احيانا يجي مطر واحيانا يجي غبار واحيانا يجي ثلج. اجواء من الاخر، والله العظيم اجواء من الاخر. وبعدين مستغرب الى الان ما شفت ساحل. اروح سيدة صح؟ سيدي هذا المخرج اللي ضيعت فيه اول. خرائط جوجل لخبطتني.
وبرضه في مود بركبه جوجل مابس بالعربي يقول لي انطلق الى الطريق المنحدر والاشياء هذه وامطر على الزميل. طبعا التريلر ما بحقي حق الشركه، ترى انا للان انا قلت لكم بادي من الصفر الان، فللان ما شريت تريلا وللان ما شريت لي العده حقتها ولا شيء. فاللي جالس اسويه الان اني ابغى ابدا تلفيل من البدايه، هاي تخزينتي الجديده. شهر 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 اسلم. بغيت اخبط في الجير يا ابو الشباب. امشي امشي انت وياه. نسيت اني ارد نمرتين، انا اعشق نمرتين وارد نمرتين، فلازم اركز. شوف المرايا دي، هذه صدق التريلات يشوفونها عشان يعرف انه هو ملحن فيك او لا. شوف شوف. اخرج. بديت اوزر الكلتش. يا ليل مطوتك يا خوي يا خوي، ما تشوف زي الناس انت ولا وش. زبن زبن. طيب انا ما ادري الحين اقطع الاشاره ولا خلني واقف يا شيخ. في اشاره هنا فيها ساهر، والله ترى فيها دراهم. مشت. شفتوا نهايه الفله كيف مسوي انا التلحيمي. هو بعدين بزر كعب فرامل في وجهي. وصلنا. يقول لي الان تبي توقفها بالريوس ولا توقفها بشكل سيدة يعني او سويت سكيب؟ لا بس برب الريوس طبعا، اصعب شيء الريوس، ف ندور اصعب شيء. شوفوا السرير هذا، ان اللاعب جاه النوم يبغى يرقد. خلاص اصلا احنا وصلنا، بس بنزل البضاعة دي واخليك ترقد لا تزعل. هذه يبي لي كمل كمل. عرفت ليش الحين يقول يسوي سكب؟ الريوس صعب شوي، بس خلاص هانت. لا 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 لا، هو لحس الريوس حق الترينة. اوه لا لا لا، شوية لخبط. طبت طبت لب ايش طب طفت. خلاص ممتاز. خلاص الحين ينزلون البضاعة. كذا وصلنا نهاية المقطع. أتمنى إذا عجبتكم اللعبة ودكم أستمر فيها وأنزل لكم سلسلة منها وطقطقة وتوصيل بضايع وسواليف، اكتبوا لي في الكومنت تحت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.